الحمد لله الغفور، أحمده سبحانه جل في علاه على نعمه التي تتجدد وتدور، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة من يرجو تجارة لن تبور، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أخرج الناس بإذنه من الظلمات إلى النور، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار في طريق الحبور. أما بعد، فحياكم الله إخوة الإيمان مجددا في هذه اللقاءات الماتعة من سلسلة الثمار اليانعة للأعمال الصالحة. انتهينا في الأسبوع الماضي من الكلام حول ثمرات العبادات القلبية، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نبدأ الكلام حول ثمرات الأعمال البدنية. وقد تكلمنا قبيل شهر رمضان عن الصيام وعن القيام، وفي هذه الليلة بإذن الله عز وجل سوف نتكلم عن عبادة من العبادات، ألا وهي الوضوء. الوضوء والطهارة من العبادات العظيمة التي لها ثمرات جليلة. من هذه الثمرات الفوز بمحبة الله عز وجل ورضاه، كما في الآية، في صريح الآية: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. فالإنسان يجدد الوضوء ويحافظ على الوضوء حتى يحظى بهذا الشرف وبهذه المنزلة، بأن يكون ممن يحبهم الله عز وجل. فأولى الثمرات محبة الله عز وجل لمن يحافظ على الوضوء ومن يجدد هذا الوضوء. الثمرة الثانية المنزلة العظيمة في باب الإيمان، إذ أن هذه العبادة تمثل جزء كبير جدا من الإيمان، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الطهور شطر الإيمان، والشطر هو النصف. يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الطهارة هي نصف الإيمان. وليس المراد مجرد الطهارة العابرة، لا، الرواية الثانية تبين، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء شطر الإيمان، أي أن يأتي الإنسان بالوضوء على وجهه الأتم والأكمل حتى يفوز بهذا الأمر. ثم أيضا من الثمرات أنها من العلامات الخفية للإنسان المؤمن الوضوء، وذلك بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم إذ قال في الحديث: ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن، ولا يحافظ على الوضوء إلا مؤمن. ليست القضية أن يتوضأ الإنسان فقط للصلاة وعند قراءة القرآن، لا، القضية أن يكون الإنسان مستمرا على هذا الوضوء، مديما لهذا الوضوء. ولذلك الثمرة الرابعة متعلقة بهذه الثمرة، وهي الفوز بالجنة، وذلك في الحديث الصحيح لما صلى النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الغداة، صلاة الفجر، ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: أين بلال؟ فجاء بلال فقال له: يا بلال، بما سبقتني إلى الجنة؟ قال: فإني، يعني كيف سبقتني إلى الجنة؟ بأي عمل، بأي فعل؟ قال: فإني دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشة نعليك، وفي رواية: دف نعليك في الجنة. فقال بلال: ما أصابني حدث إلا توضأت عنده وصليت عنده ركعتين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بهذا، يعني بلغت هذه المنزلة بهذا، أنك تجدد الوضوء عند كل حدث، لا يشترط يعني أن يكون عند الصلاة، أن يكون عند عبادة، لا، محافظ على الوضوء. وهذه صفة الأبرار، أنه محافظ على الطهارة، محافظ على الوضوء في سائر شأنه وفي سائر أحواله، فبلغ هذه المنزلة. ثم أيضا من الثمرات العظيمة للوضوء النور والضياء في يوم القيامة. يتميز أناس في يوم القيامة بأن لهم البروز، وأناس يكونون في ظل العرش،
وأناس لهم النور والضياء بين الناس. النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام دخل المقبرة فسلم السلام المعتاد، السلام عليكم معشر المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم قريبا لاحق. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: وددنا أن رأينا إخواننا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: وددنا أن لو رأينا إخواننا. فقال الصحابة رضوان الله عليهم: أولسنا إخوانك؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا، أنتم أصحابي وإخواني الذين لم يأتوا بعد، يعني من هذه الأمة الذين لم يأتوا بعد. فقال الصحابة: يا رسول الله، وكيف تميزهم في يوم القيامة؟ يعني كيف تميز إخوانك يوم القيامة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت لو أن رجلا عنده خيل غر محجلة، خيل بيضاء واضحة نقية عليها لمعان، بين خيل دهم بهم، بين خيل سوداء، فالخيول البيضاء بين الخيول السوداء، ألا تتميز؟ فقالوا: بلى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن أمتي يأتون يوم القيامة غرا محجلين من آثار الوضوء، يعني المحافظ على هذا الوضوء يأتي وعليه أثر النور والضياء والتميز في يوم القيامة للحرص على هذه العبادة. ثم من الثمرات أيضا الدرجات العلى لمن يسبغ الوضوء، من يسبغ الوضوء وخاصة في أوقات البرد الشديد. النبي صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يرفع الله به الدرجات ويمحو به الخطايا؟ قلنا: بلى يا رسول الله. فقال: إسباغ الوضوء على المكاره. المكاره يعني البرد، الإسباغ هو الإتمام، يعني بعض الناس إذا جاء البرد ربما يتوضأ سريع حتى يتخلص من برودة الماء، لكن المؤمن يسبغ الوضوء، يتم الوضوء على هيئته، لأنه ينتظر هذا الموعود العظيم الذي ينتظره عند الله عز وجل بالمحافظة على هذه الهيئة. وفي بعض الروايات في حديث الكفارات قال النبي صلى الله عليه وسلم: إسباغ الوضوء على السبرات. السبرات يعني البرد، البرد الشديد. فالإنسان يتم الوضوء ويبشر بهذا الأجر العظيم. أيضا من الثمرات تكفير الخطايا، تكفير الخطايا، وقد جاء في ذلك أحاديث كثيرة جدا، من أعظمها حديث عمرو بن عنبسة. عمرو بن عنبسة كان رجلا كافرا، وقصة إسلامه موجودة في صحيح الإمام مسلم. قال: كنت في الجاهلية وأرى الناس على ضلالة وأنهم ليسوا على شيء لأنهم يعبدون الأوثان، يعني كان لا يطمئن إلى هذه العبادة، كيف يعبدون الأحجار والأوثان؟ قال: فأخبرت أن رجلا بمكة لديه أخبارا، يعني سمع أن رجل بمكة لديه أخبارا، يعني يقصد النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فركبت دابتي فأتيت إليه مستخفيا، يقول: حتى تلطفت ودخلت به خشية من قومه، يعني حتى لا يضرب ولا يقتل من قريش. فقلت، يعني يقول عمرو: فقلت: من أنت أو ما أنت؟ فقال: نبي. قال: وما نبي؟ قال: أرسلني الله عز وجل. فقال عمرو: بما أرسلك؟ قال: أرسلني بصلة الأرحام وكسر الأوثان وأن يعبد الله لا يشرك به شيئا. فقال عمرو: ومن معك؟ قال: حر وعبد. فقال عمرو: فإني متبعك، يعني سأتبعك على هذا الدين. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع الآن، ترى حالي وحال الناس، يعني لا يستطيع الإنسان في ذاك الوقت أن يعلن إسلامه، ولكن ارجع
إلى بلدك فإن سمعت عني قد ظهرت تعال. قال فلبث فسأل مرة عن النبي صلى الله عليه وسلم فقيل له الناس إليه أفواج وإن قومه حاولوا أن يقتلوه فلم يستطيعوا. فجاء عمرو بن عنبسة إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا محمد أتذكرني؟ فقال نعم أنت الرجل الذي جئتني في مكة. ثم سأل عمرو قال فما تأمرني؟ قال أمرك بالصلوات فأخبر بصفة الصلوات. ثم قال أمرك بالوضوء، أمرك بالوضوء. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يقوم فيتوضأ ويتمضمض ويستنثر إلا خرجت خطاياه من وجهه، إلا خرجت خطاياه من وجهه حتى تخرج من أطراف لحيته. قال وما من رجل يغسل كفيه إلى المرفقين، قال إلا خرجت خطاياه من أنامله، وما من رجل يمسح رأسه إلا خرجت خطاياه من أطراف شعره، وما من رجل يغسل رجليه إلا خرجت خطاياه من أطراف أنامله. ثم يقوم، وتأمل إلى هذا الأجر العظيم في هذا الحديث، ثم يقوم فيصلي ويحمد الله ويمجده بما هو أهله ويفرغ قلبه يعني من الدنيا والشهوات والمعاصي والذنوب إلا رجع كهيئة ولدته أمه، يعني طاهرا من الذنوب إن جاء بهذا الوصف الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي الحديث الآخر من توضأ خرجت خطاياه حتى تخرج من تحت أظفاره، حتى تخرج من تحت أظفاره، وفي الرواية الأخرى حتى تخرج من شفير عينيه، من شفير عينيه. وتأمل يعني استشعار هذا الأمر يشجع الإنسان على هذه العبادة. اليوم بعض الناس يتوضأ وضوء سريع وما يستشعر هذا المعنى وهو سقوط الخطايا في هذه العبادة. حتى يعني بعض أهل العلم لما ذكروا مسألة كراهية التنشيف بعد الوضوء على خلاف في هذه المسألة، البعض لما تكلم عن حكم هذه المسألة قال حتى يبقى سقوط الخطايا إلى وقت أطول مما ذكره علماء المذاهب في هذه المسألة. أيضا من الثمرات المغفرة، مغفرة الذنوب، وهي مغفرة عظيمة جدا، وهي التي جاءت في حديث عثمان رضي الله عنه أنه توضأ على صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من توضأ نحو وضوئي هذا غفر الله له ما تقدم من ذنبه، غفر الله له ما تقدم من ذنبه. كيف أن يأتي بصفة الوضوء التي جاءت عن النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الوجه العظيم. وأيضا من الثمرات، وأختم بهذه الثمرة، أن يحافظ الإنسان على الوضوء عند النوم، الوضوء عند النوم. فقد جاء الفضل العظيم كما عند الطبراني وفي مسند البزار وفي غيره من كتب الحديث ما من مسلم يتطهر فينام إلا نام في شغاره ملك، شغاره يعني في ثيابه، بين ثيابه وبين جسده، ما يتحرك إلا يقول له الملك اللهم اغفر له وارحمه، اللهم اغفر له وارحم. أنت في فراشك وأنت نائم ولكن نمت على طهارة، كلما تتحرك في الليل الملائكة تدعو لك، الملائكة تستغفر لك، فهذا فضل عظيم. وكم يكلفك الوضوء قبيل يعني النوم؟ دقائق ثواني يتوضأ الإنسان على الهيئة المطلوبة ثم يبشر بهذا الموعود وغيره من الآثار والثمرات التي ذكرناها. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المتقين ومن المحافظين على الوضوء والطهارة، وأن يجعلنا وإياكم من الفائزين في يوم القيامة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على نبينا محمد، وجزاكم الله خيرا.